تحية طيبة وأهلا بكم في حصة اليوم من برنامج المشهد. شهد المغرب أمس الأربعاء تعديلا وزاريا موسعا رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وشمل التعديل دخول 14 وزيرا جديدا وخروج 8 وزراء وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم. وهذا هو التعديل الوزاري الأول على حكومة أخنوش منذ تكليفه بالمنصب في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2021. ووفق وكالة الأنباء المغربية، غادر حكومة أخنوش كل من وزير الصحة خالد آية طالب ووزير الفلاحة محمد الصديقي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد اللطيف المراوي ووزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووزيرة الانتقال الرقمي غيثم زور والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي. في المقابل انضم إلى الحكومة 14 عضوا جديدا بمناصب وزارية بصفة وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة. هذا وأشرف الملك محمد السادس مساء أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط على تعديل حكومي عرف دخول وجوه جديدة للتشكيلة الحكومية ومغادرة أخرى في أول تعديل موسع تعرفه الحكومة الحالية منذ تعيينها في أكتوبر 2021. وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة 31 حقيبة مع إنهاء مهام عدد من الوزراء من المهام الوزارية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نبيل عبد الله. يتشرف بالمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله. حملت التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية بعد التعديل الوزاري المنتظر منذ أشهر عددا من المفاجآت، لعل أبرزها رحيل وزراء نالت حصيلتهم إشادة في وقت سابق مقابل استمرار آخرين رغم الجدل الذي أحاط طريقة عملهم في السنوات الثلاث السابقة. وتنتظر الحكومة المغربية في نسختها الثانية ملفات ساخنة على رأسها الاحتقان الاجتماعي الناتج عن موجة ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والخدمات، علاوة على الاحتجاجات القوية التي تمارسها فئات اجتماعية من قبيل احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وغيرها. الحكومة المغربية تدافع عن حصيلتها التي تجدها مرضية وإيجابية في كثير من القطاعات، ولا سيما أنها أتت في سياق محلي وعالمي معقد اتسم بموجة وباء كورونا، وأيضا في سياق توالي أعوام الجفاف وارتفاع معدلات التضخم. في المقابل تقر الحكومة نفسها بوجود مشكلات بنيوية مقلقة مثل أزمة المياه التي اعترفت أعلى السلطات في البلاد باستفحالها، وهيمن منطق القرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفق محللين على مستوى حزب الأحرار في الظفر بأهم المناصب في التعديل الحكومي. فوزير الصحة الجديد هو المستشار السابق لأخنوش خلال تقلده وزارة الفلاحة، ذات المنطق يسري على تعيين وزير التربية والتعليم الذي كان مديرا سابقا لشركة البترول العملاقة لرئيس الحكومة، كما لم يغب المنطق ذاته من خلال تعيين وزير الفلاحة العضو في حزب الأحرار. التعديل الحكومي وفق متابعين يبدو بمثابة ترضيات سياسية بامتياز، كل حزب خرج بشيء يرضيه وكل طرف حصل على نصيبه مما يضمن استمرار التحالف الحاكم في السيطرة على المشهد السياسي إلى حين. انضمت إلينا الآن ضيفتنا من الرباط الأستاذة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة سيدتي الكريمة. القادمون والمغادرون في التعديل الحكومي الجديد، يعني نتحدث نحن الآن عن تغييرات في قطاعات حيوية، أريد أن أسمع رأيك في هذه التشكيلة الجديدة.
شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أهلا بك. فكل الحكومات المتعاقبة في بلادنا تعرف يعني عند منتصف الولاية تعديلات حكومية في بعض الوزراء. فاليوم هذا التعديل الذي هم عدد من الوزارات بطبيعة الحال كان هناك تغييب الوزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة، لأن القطاعين اللذان كان يديرانهما يعني عرف العديد من الاحتجاجات. وزير التعليم العالي مثلا لم يفلح في تدبير أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين عانوا الأمرين معه، ويعني ساهم في تضييع سنة كاملة من التكوين، لأنه كان يريد أن يفرض تغييرا في المجال الدراسي في الوقت الذي كان الطلبة يقترحون يعني ملفا مطلبيا متكاملا من أجل إضفاء جودة عالية على التكوين الطبي في المغرب وليس ضرب الجودة. فأظن أن تغييب وزير التعليم العالي هذه يعني معاقبة لطريقة تدبيره لملف الطب. فيما يخص وزير الصحة، فبطبيعة الحال المغرب كالعديد من الدول يخضع لضغوطات خارجية من قبل المؤسسات المالية التي تركعنا تحت ثقل المديونية وتفرض علينا بعض الإطلاحات بين متزوجتين من قبيل يعني أنه تسريع التعليم وتسريع الصحة. وفي هذا المجال يعني قام السيد وزير الصحة بفتح المجال والضغط بإصدار العديد من القوانين، حيث تحولت الصحة العمومية إلى صحة وطنية، وتم خلق 12 مجموعة صحية جهوية مفتوحة على الخواص. ورغم مشروع الدولة الاجتماعية والتغطية الاجتماعية الشاملة التي كان ينتظرها جميع المغاربة، فهذا المشروع لم ينجح. ولهذا فأظن أن إبعاد وزير الصحة الذي لم يفلح في مشروع تعميم التغطية الصحية ولم يفلح في التعاون مع وزير التعليم العالي في حل مشكلة طلبة الطب، هذه المسألة يعني ربما مع الوزراء القادمون سنأمله أن يكون هناك حل. ولكن عندما ننظر إلى نوعية الوزراء الجدد نرى بأن منطق الزبونية والأصدقاء يطغى على هذا التغيير. فيعني قطاع التعليم والذي نعتبره من القطاعات الأساسية التي يمكن لكل بلد أن يعتمد عليها من أجل تجاوز الأزمة ومن أجل يعني تكوين أطر في مستوى عالي من أجل أن نبني هذه التنمية المنتظرة. فمع كل أسف يعني وزير التربية الوطنية تم تعيينه على رأس مؤسسة مهمة هي المندوبية السامية للتخطيط، وربما سيليق بهذه المهمة في الوقت الذي هو الآخر فشل في تدبير ملف التعليم الأولي والتأهيلي. فالمشكل ليس في تغيير الأشخاص، ولكن ما تحتاجه بلادنا هو تغيير سياسات، هو إحداث قطائع. مشكل الماء مطروح لماذا؟ لأن الاختيارات التي مورثت في بلادنا من أجل توجيه المجال الفلاحة والزراعة نحو التصدير، فنحن كنا نصدر الماء عوض أن نصدر يعني منتوجات. في الوقت الذي المغرب يعرف 85% من الفلاحة المغاربة يهتمون بالفلاحة المعيشية وهم أولى أن نهتم بهم، ثم أن الماء مخصص في المغرب، هناك عائلات بذاتها تستفيد من تعليب الماء وبيعه بأثمان باهظة تفوق حتى الثمن الذي يباع فيه الماء به الماء في إسبانيا وفرنسا مثلا. وهذه مسألة الخلطة المياه لا زالت مستمرة، ولهذا مشكل الماء لا زال مطروحا. فإذا أردنا أن نلخص الأمور، هناك محاولة، أن هناك احتجاجات شعبية، هناك احتجاجات فئوية، هناك ربما تمويه في هذا التغيير من أجل طمأنة الناس الذين يعانون من غلاء الأسعار. ورأينا بأن هناك يعني أساتذة الابتدائي تقلدوا مناصب كتاب دولة ووزراء، وهذا غير معقول، لأن في المغرب كفاءات عالية، فلا يأتون ويقولون لنا نحن أمام حكومة التكنوقراط ونحن أمام الكفاءات في الوقت الذي تهمت فيه الكفاءات ويتم مكافأة الأصدقاء وفي إطار الزبونية.
فبلادنا كالعديد من البلدان العالم الثالث هي بحاجة إلى العبور للديمقراطية، هي بحاجة إلى خطط وطنية شاملة لمحاربة الفساد وجعل إمكانية ربط المسؤولية بالمحاسبة حقيقية. بلداننا بحاجة إلى الرقي بالمواطنات والمواطنين إلى مستوى المواطنة الكاملة. بلادنا بحاجة إلى قطائع وبحاجة إلى تغيير السياسات وإلى الحفاظ على المصلحة العامة، وليس فقط تغيير الأشخاص كي يستفيدوا أيضا من المناصب العليا. فيعني مع كل أسف هذا التعديل الحكومي لم يلقى إلى مستوى تطلعات هذا الشعب الذي كان يأمل بأن سيكون هناك أناس نزهاء وأكفاء قادرون على الوقوف تجاه هذا المنح التراجعي وهذه الردة التي عرفتها هذه الحكومة، التي ربطت بين يعني السياسة في مفهومها ومع مجالات المال والأعمال، وجعلت بأن هناك مسار من أجل إغناء الغني وتحقير الفقير، وهناك جهات مهمة لا زالت تنتظر المصالحة، وهذه الجهات فيها مؤهلات مهمة بشرية وثروات باطنية وغيرها. ولكن مع كل أسف أظن أن هذا التغيير فيه تمويه لإعادة إخراج هذه الحكومة في وجه جديد تعدادا للانتخابات التي لم يعد يفصلنا معها إلا سنتين، عوض مباشرة استحمج الانتخابات ومباشرة الإصلاحات السياسية التي تتطلبها بلادنا والتي عطلتها هذه الحكومة، بل جعلتها ربما مستحيلة، لأنها تسير في منحى الخصخصة، في منحى الانفتاح، في منحى تسليع كل شيء من نقل وطاقة وتعليم وصحة وماء وكهرباء. إذن هذه الحكومة غير مقبلة على تغيير سياساتها، وهي تغير الأشخاص لتكافئ خدامها الأوفياء حتى ولو كانوا غير أكفاء. اسمحي لي سيدتي، أرجو أن تبقي معي. انضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ بلال التليدي. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال، شكرا لقبولك الدعم. مرحبا، أهلا بك. يعني ضيفتنا الأستاذة نبيلة منيب قالت المشكل ليس في تغيير الأشخاص بل في تغيير السياسات، وهنا أريد أن أسمع رأيك بخصوص التعديل الوزاري الجديد اللي أتى ب14 وجها جديدا ويحافظ على التكنوقراط. أولا نحن كنا نتوقع أن يكون التعديل بطابع سياسي، أي بالمعنى الذي يفيد بأن هناك مبررات سياسية تدعي تعديلا يعني بطابع سياسي واضح. على المستوى التعليم العالي هناك إشكال كبير جدا يتعلق باحتجاجات طلبة كلية الطب وتوقف السنة الدراسية لأزيد من سنة ونصف. على مستوى المعاش يعني لو المستوى المعيشي هناك ارتفاع للأسعار، وبشكل خاص ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه التي يعتبر المغرب من أهم المصدرين لها في دول العالم. والأسوأ من ذلك هناك ارتفاع يعني في أسعار اللحوم، هذا في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة اليوم هو الذي طلع بمشروع المخطط الأخضر، والذي كان يتضمن من ضمن سلاسل الإنتاج سلاسل الدواجن وسلاسل اللحوم الحمراء، والتي تعرف هذه السنة يعني أزمات كبيرة. المستوى الثالث المرتبط بالصحة، أي التعثر في تنزيل المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية. هذه الجوانب التي نستطيع أن نقول أنها كشفت عن عطب سياسات الحكومية إزاءها، كانت تقتضي أن يأتي التعديل بلون سياسي وبطابع سياسي يجيب عن هذه الإشكالات. حتى أكون يعني موضوعيا في تقييم الأسماء التي طرحت، فما عدا
وزارة التعليم العالي التي تم فيها اقتراح اسم طبع يعني مساره المهني بعدد من النجاحات، خصوصا في جامعة القنيطرة، لأن الشخص المذكور عز الدين المداوي شغل ولايتين في المرحلة السابقة في الجامعة في القنيطرة، وكانت له بصمة واضحة على مستوى هذه المدينة الجامعية. فباستثناء هذا الاسم يعني لا نكاد نعرف مؤهلات تذكر بخصوص وزارة التربية الوطنية. نعم. التي عرفت أكبر الأزمات في تاريخ المغرب التعليمي، 3 أشهر ويزيد من الإضرابات، والتي انتهت بتسوية اجتماعية تم يعني تسوية نصفها في هذه السنة، وينتظر الأساتذة النصف الآخر في السنة أو في مقتبل السنة القادمة. لا نعرف على وجه التحديد ما المقصود وما الرسالة التي يريد أن يبعثها رئيس الحكومة بتعيين رجل لا علاقة له بالمطلق بهذا القطاع، فهو رجل أعمال وهو عضو إداري في شركة أفريقيا غاز التي يملكها رئيس الحكومة. لا نعرف هو على وجه التحديد ما هي الرسالة السياسية من هذا الاقتراح. أما بخصوص وزارة الصحة أيضا لا نعرف على وجه التحديد ما هي المؤهلات التي يتوفر عليها الشخص الذي اقترح على الملك من أجل أن يتولى منصب وزارة الصحة. ربما أفهم أن حزب التجمع الوطني الأحرار رفع في برنامجه ووعوده بأنه سيقوم بإصلاح قطاع التعليم والتربية والصحة، وأن هذان القطاعان اجتماعيًا سيكونان على رأس أولوياته، لكن لا أتوقع بأن ما تبقى من الفترة الحكومية سيعرف تحولًا كبيرًا في القطاعين في وجود شخصين لا تتوفر فيهما الشروط التي تجعلهما يقومان بأكثر من استصحاب الحال ويعني إتمام ما تبقى من الولاية دون شيء إضافي. نعم، لكن سؤال أستاذ بلال، عذرا على المقاطعة، الذي يطرح نفسه الآن يعني رفع عدد أعضاء الحكومة من 26 إلى 30 وزير بخلاف أخ النوش، هل هذا سوف يحل الإشكالات القائمة؟ الواضح أختي الفاضلة أن إشكال توسيع الحكومة دائما في تاريخ المغرب وفي تاريخ التعديلات لم يكن في الجوهر مرتبطا بالفعالية بقدر ما كان مرتبطا بتضييات حزبية، فكل حزب يعيش تصدعات داخلية ويعيش يعني ارتفاع الضغط والطلب داخل مكوناته على الوزارة وعلى المناصب، فتكون هذه الإحداث، هذه الكتابات الدولة والوزراء المنتدبين لدى الوزارة يكون في الظاهر باسم رفع مستوى الفعالية والكفاءة، ولكن في الجوهر يكون الهدف هو هذه الترضيات. ولذلك في الحقيقة أنا أتوافق مطلقا مع ما ذكرته الدكتورة منيب حينما تحدثت عن الزبونية. أتصور بأن هذه الظاهرة قاتلة للسياسة، ولا يستطيع أحد أن ينكر وجودها في هذا التعديل الحكومي. يعني الأشخاص، عدد من الأشخاص الذين تم تعيينهم هم مقربون من رئيس الحكومة ويشتغلون سواء في مؤسساته وشركاته أو في مؤسسات وشركات زوجته، وهذا في الحقيقة يطرح إشكالا حقيقيا على السياسة في المغرب. الرسالة الملكية من هذا التعيين هو أن هناك قطاعات مأزومة ومعطوبة، وهناك مشاريع متعثرة تحتاج إلى تفعيل، وأن المطلوب
من خلال تغيير أوجه في بعض المناصب أن يتم إنهاء هذه الأزمات. أنا أتصور أنه يمكن أن ننهي أزمة كلية الطب لأنها كانت مرتبطة بعناد وتعنت وزير لا يعرف في التدبير شيئا، ويمكن أن نتصور أيضا لا يفعل وزير التربية الوطنية شيئا بحكم أن الاحتقان قد انتهى بتسوية اجتماعية وأن ينتهي مشروع مؤسسة الريادة لأن هذا المشروع ولد ميتا. أتفهم أيضا أن يكون جزء من مشروع وزير الصحة الحالي هو أن ينفذ الأوامر الملكية بتجاوز كل التعثرات التي وقعت على مستوى تنزيل الحماية الاجتماعية. ما عدا ذلك يعني مجرد ترضيات وجبر خواطر. وأنا أستطيع أن أذهب أبعد من ذلك وأقول بأن حزب الاستقلال لم ينجح في إخراج أسماء لجنته التنفيذية إلا بعد أن تم إرضاء بعض الأسماء بمناصب وزارية، وهذا في الحقيقة يعكس أزمة النخب السياسية ولا يعكس فقط أزمة التعديل الحكومي أو أزمة التشكيل الحكومي. النخب السياسية يعني تعيش أزمات وهي التي تفسد كل العمليات المرتبطة بالديمقراطية وبالمساري الديمقراطي. جزيل الشكر لك الأستاذ بلال التليدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا على هذه المشاركة وأكيد الحديث بقية وعودة لك أستاذة دكتورة نبيلة منيب. يعني رهانات وتحديات التعديل الحكومي الجديد برأيك كيف من الممكن أن نقرأها في ظل ما جاء من حديث يتعلق بأزمة النخب السياسية؟ سيدتي، لابد من التذكير ولو بإيجاب شديد بأنه إذا كانت هناك من ميزة يعني ما وقع إبان كوفيد أو ما يقع اليوم من حرب في أوكرانيا وفي جهات أخرى من العالم ومن حرب إبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني المكافح، إذا كان من ميزة لكل هذا هو أنه وضح لمن لم يكن يريد أن يرى هذه السلطة ما فوق وطنية التي تحكم العالم بمركبها المالي والعسكري والرقمي، وأنها تتعاون وتهيمن وتتسلط مع بالتعاون مع الاستبداد الداخلي ومع الفساد الداخلي. وهذه الأمور تجعلنا عندما نتكلم عن إصلاحات الحكومة، هل بالفعل هذه الحكومات تحكم؟ هل بالفعل هذه الحكومات قادرة على مقاومة التوجهات والإملاءات التي تأتيها من الجهات المانحة وعلى رأسها المؤسسات المالية التي تفرض على بلد كالمغرب أن يسير باتجاه تسريع التعليم وتسريع الصحة وتسريع الماء والكهرباء، ويعني نحن في زمنين من أجل نزع حتى الأراضي، فحتى مشاريع الاستثمار التي تحلم بها بلداننا ونحن نريد جلب الاستثمارات الخارجية، هؤلاء يأتون إلى بلداننا ونوفر لهم كل الامتيازات، فضلا عن ذلك اليوم يمكن لهم أن يشتروا أراضي فلاحية وأن يجعلوا فوقها حتى يعني أنشطة غير فلاحية، وإذا لم تنجح هذه الأنشطة فهم يمتلكون الأرض. فهناك اختلالات كبيرة، وأظن أن الاختلال الكبير هو اختلال بنيوي على مستوى غياب ديمقراطية في بلادنا وغياب فصل السلطات وغياب إمكانية رفع المسؤولية بالمساءلة. ولهذا فهناك استصغار للشعب المغربي الذي يعني تنامى وعيه وهو يعبر عن غضبه بالاحتجاجات الشعبية والاحتجاجات الفئوية التي طالت يعني الأساتذة وطالت الأطباء وطالت العديد من الفئات في هذا الوطن والجهات بكاملها مهمشة. والجواب الذي تختار هذه الحكومة عوض أن تقاوم وأن تباشر إصلاحات ضريبية ومالية وسياسية في بلادنا
فهي تزيد الطين بلة وتضيف ناس غير أكفاء، وأكثر من هذا ناس متورطون في ملفات الكل يعرفها لتضعهم وزراء وكتاب دولة. كيف يعقل؟ أفبهذا سنعيد الثقل؟ أفبهذا سنشجع السياسة؟ فالسياسة في بلادنا بحاجة إلى إصلاح، لأن مفهوم الأحزاب، الأحزاب أولا يجب أن تنبثق من هذا الشعب وأن تكون لها مشاريع وأن تكون فوق كل هذا وذاك مستقلة. نحن اليوم أمام أحزاب صنعت صنعا، وأمام تكنوقراط يتم زرعهم داخل أحزاب بعينها، والكل ينتظر أن يستفيد من نصيبه من هذه الحكومات في الاستوزار، فيتم توزيع الحقائب. نحن لسنا بحاجة إلى 30 وزيرا، نحن بحاجة إلى عدد أقل، ولكن نحن بحاجة إلى وزارات تشتغل في إطار من التشارك مع النقابات الجادة ومع الأحزاب الجادة ومع جمعيات المجتمع المدني الجادة، وحكومة تحترم المثقف وتأخذ برأيه، ليس حكومات مستعطية يعني تسمع وهي تلاميذ نجيبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إذن اليوم المغرب بحاجة إلى إصلاح ميثاق انتخابات حتى تكون حرة ونزيهة، حتى لا يتقدم الانتخابات إلى ناس نزهة وأكفاء حقيقة. ثم نحن بحاجة إلى إصلاحات على مستوى الأحزاب بنفسها التي تلقى دعما من الدولة بملايير ولا تقدم المصلحة العامة. نحن بحاجة إلى الضرب على أيادي الذين يجمعون بين السلطة السياسية وسلطة المال ويسخرون مؤسسات الدولة للاغتناء. لدينا أناس يعني يصنفون في مجلة فوربس ضمن أغنى الأغنياء في الوقت الذي شهد المندوبية الثانية للتيت بأن دائرة الفقر تتوسع وبأن الفوارق المجازية والاجتماعية والمناطقية تتسع وبأن الناس تسلب أراضيها وتسلب ممتلكاتها. ضحايا الزلزال، زلزال 15 تنبير 2023 لا زالوا ينتظرون، وأيضا ضحايا الفيضانات لا زالوا ينتظرون. واليوم هناك غلاف بزوج مليار ونصف من الدرهم مخصص. نتمنى أن يكون هناك مراقبة وتتبع وشفافية حتى تستفيد هذه الجهات المنكوبة. نحن بحاجة إلى إصلاح التعليم العمومي بكل أسلاكه وليس إلى خلق التعليم بسرعات مختلفة. نحن بحاجة إلى إصلاح الصحة العمومية، لأن التعليم العمومي والصحة العمومية هما الركيزتان اللذان يعني بإمكانهما إنهما توفر أن يضمن كرامة الإنسان المغربي في كل جهات هذا الوطن، وليس إلى تسريع الخدمات وإلى يعني ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وإلى إجبار المقاولات الصغرى والمتوسطة والزيد الصغيرة إلى الإفلات بالنظر للريع والاحتكار الذي لا زال مستمرا. إذا هذا التعديل الحكومي لم يضيف شيء، حتى ولو كان ضمنه بعض الوزراء الأكفاء مرحبا بهم، ولكن يجب أن يقاوموا، يجب أن تكون لهم الشجاعة في قول لا لتسريع التعليم، لا لتسريع الصحة، لا لضرب القدرة الشرائية، لا لتفقير الفقير وإغناء الغني. هؤلاء هم النخب التي نحن بحاجة إليها، نخب مستقلة قادرة على أن تطبق ما هو في مصلحة هذا الشعب، وإلا تضع يعني المفاتيح وتستقيم، لا لأناس يستفيدون ويمتون الورود ويكتفون بالاغتناء. والسيد وزير رئيس الحكومة في هذا المجال مع كل أسف وضع العديد من أقاربه وأصدقائه ومن هم يشتغلون داخل مقاولاته ومؤسساته، هذا ما يعني لن يفيد. نحن بحاجة إلى أناس قادرون على إعادة فتح لسمير الشركة للتكرير كي يعني نضمن الأمن الطاقي جانبا من الأمن الطاقي ببلادنا، وليس أن نحرر أسعار وأن نترك أربع عائلات بعينها تستفيد من تسليع ومن توزيع المحروقات في بلادنا والغرب. نحن بحاجة إلى حكومة مواطنة، ولهذا نحن بحاجة إلى وطنية. كان بالإمكان أن نخلق منصب وزير للمغرب الكبير
نحن بحاجة إلى بناء مغرب كبير، مغرب شعوب للتعاون، ولكي نتصدى لهذه الإكراهات والمنطقة الرهانات الدولية الكبيرة لكي ننهض بشعوبنا التي قدمت تضحيات الجسام من أجل إزلاء المستعمر المباشر، ولكنها اليوم تعاني من آثار الاستعمار الغير مباشر الذي ينهب خيراتنا والذي لا يرى فينا إلا عبيداً مستعبدين. فنحن بحاجة فينا بالإمكان إخراج وزير المغرب الكبير، لما لا وزيرة، لكي نخدم مصلحة شعوبنا ومصلحة مناطقنا وأن نحمي خيراتنا. دكتورة نبيلة، هذا حلم كبير، وربما وضعت يدك على الجرح، لكن اسمحي لي أنتقل الآن. انضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الأستاذ الدكتور عبد العالي حامد الدين، أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. إذن هي رهانات وتحديات عديدة يعني بشأن التعديل الحكومي الجديد، كما ذكرت ضيفتنا البلد يحتاج إلى إصلاحات في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد وأمور أخرى، خاصة بعد الاحتجاجات التي خرجت من قبل أساتذة وطلبة، وأيضا الجدل الذي تم بخصوص يعني جدل بسبب العودة لتمرير قانون الإضراب عبر البرلمان. أريد أن أسمع رأيك بداية بهذا التعديل الحكومي الجديد، وهل يعني متأمل منه خيرا قد يعني يساعد في حل المشاكل والإشكاليات القائمة؟ شكرا لكم وشكرا لضيوفك الكرام. في الواقع يعني المراقبين لم يكونوا يأملون كثيرا أو ينتظرون شيء الكثير من هذا التعديل الحكومي، إثناء ما التزمت به الحكومة منذ تشكيل اليوم الأول حينما أعلنت أنها ستعزز هذه الحكومة ببعض مناصب كتاب الدولة، وانتظرنا 3 سنوات فأصبح التعديل الحكومي يفترض ليس فقط إضافة كتاب الدولة وإنما تعديل بعض القطاعات الوزارية، خصوصا بعد بعض ليس فقط الأخطاء ولكن بعض الكوارث التي وقعت في هذه الحكومة، خصوصا بالنسبة لقطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي وقطاع الصحة العمومية. ولذلك كان من الضروري تغيير وزير التعليم العالي الذي فشل في حل مشكلة إضراب تجاوز 10 أشهر لطلبة كلية الطب والصيدلة، وهو إضراب غير مسبوق في تاريخ المغرب بهذا الحجم وبهذه القوة، حيث تم تعطيل الدراسة لمدة 10 أشهر مما يهدد عملية التكوين برمتها لتخريج الأطباء الذين سوف نحتاجهم غدا كأطول الغد وكأطباء في مصحات العمومية وفي غيرها غدا. وبالتالي كان من الضروري أن يتم التعديل الحكومي في هذه الظروف. أيضا نفس الأمر بالنسبة لوزير الصحة، ونفس الأمر بالنسبة لوزير التربية الوطنية الذي أعطي له منصب آخر وهو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. في الواقع على مستوى بعض القطاعات الحكومية تطرح الكثير من التساؤلات، مثلا بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والذي أضيف له أيضا قطاع الرياضة، تطرح تساؤلات حول مصير الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار. القانون الإطار لإصلاح التعليم هذا قانون تم التوافق بشأنه وتم التصويت عليه منذ سنة 2019 في البرلمان، وبالتالي هذا القانون الإطار يستلزم إصدار على الأقل 80 مرسوم وعلى الأقل 6 قوانين أخرى من أجل تفعيل الرؤية الاستراتيجية التي كان فيها حولها نقاش طويل وعريض. الصدمة الأولى كانت مع الوزير السابق الذي تم إعفاؤه، الذي وضع هذه الرؤية ووضع هذا القانون جانبا تقريبا وأصبح يشتغل بمنطق مختلف. لكن الصدمة الأكبر هي مع البروفايلات الآن التي هي موجودة على رأس هذه القطاعات، وخاصة قطاع التربية الوطنية، وهو بروفايل من الأعمال والمال ولا علاقة له بالتربية ولا علاقة له بالتكوين ولا علاقة له بالمناهج، ولم يسبق أن يعني اختبر أو يعني فهم هذا القطاع ومشاكله وتحدياته من الداخل. ولذلك التخوف الكبير المطروح هو ألسنا بصدد
الانعكاسات المباشرة لزواج المال بالسلطة. اليوم السيد رئيس الحكومة يختار وزرائه من المحيط الذي يفهم فيه، وهو محيط المال والأعمال، وهذا المحيط بطبيعة الحال شعاره الأساسي هو الربح. لكن قطاع التربية الوطنية ليس الغرض منه الربح، الغرض من قطاع التربية الوطنية هو التكوين، هو تربية الموارد البشرية، هو تكوين الناشئة، هو البحث العلمي إلى غير ذلك. فهناك تخوفات كثيرة حول هذه البروفايلات التي وضعت على رأس قطاع التعليم وأيضا على رأس قطاع الصحة العمومية. فإذا كان الوزير السابق في الصحة العمومية ابن القطاع ومدير سابق لمستشفى يعني جامعي وأستاذ في كلية الطب ويعرف جيدا القطاع وأداؤه على العموم كان أداء يعني مستحسنا، أنا اشتغلت إلى جانبي حينما كنت في البرلمان وأعرف جيدا أن هناك فرق كبير بين الوزير الذي يكون ابن القطاع وبين الوزير الذي يكون لا علاقة له بالقطاع. الوزير الحالي وأيضا ينتمي إلى عالم المال والأعمال وينتمي إلى إحدى الشركات لزوجة السيد رئيس الحكومة، وهذا في القرن 21 وفي السياسة التي نريدها هذا غير مقبول بالنسبة لمن يريد أن يدبر قطاعات أساسية واستراتيجية. ولذلك هناك تخوفات كبيرة من تسليع ومن لبرلة هذه القطاعات ومن تنزيل بالفعل هذا زواج المال والسلطة على المستوى العملي في قطاعات حساسة. الأمم لا يمكن أن تتقدم بدون تعليم، لا يمكن أن تتقدم بالتجارة فقط، ولا يمكن أن تتقدم بالربح. التعليم اليوم يعاني معاناة كبيرة في المغرب، وكانت هناك الكثير من الإنذارات التي وجهت لهذا القطاع في المرحلة السابقة، وكنا نأمل خيرا في تنزيل القانون الإطار الذي توافقت عليه الطبقة السياسية في المغرب وتمت المصادقة عليه في البرلمان. لكن اليوم نفاجأ بأنه كل وزير يأتي وإلا سوف يكون أمام تحدي وضع استراتيجية مرتبطة برؤيته هو للقطاع، مما يعطل عملية الإصلاح وندخل في دوامة الإصلاح، وهذا طبعا دكتور عبد العالي حمدين، يعني ربما نتفهم يعني الوزراء اللي عصف بهم التعديل الدستوري، وزير الصحة وأيضا وزير التربية والتعليم، ولكن هناك وزراء أيضا يعني كوزير التربية الوطنية ووزيرة التضامن والأسرة ووزير النقل واللوجستيك ووزيرة الانتقال الرقمي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وذكرنا أسماءهم في بداية الحصة. إذن يعني الأمر يتعلق بوزارات أخرى وحقائب أخرى. نعم، بالنسبة لوزير التربية الوطنية كان قطاعه عاش إضرابا أيضا طويلا لمدة 3 أشهر وزيادة مع رجال التعليم الذين نزلوا للشارع. نعم. وكان ذلك كرد فعل مشروع تجاه محاولة الحكومة الاستئثار بوضع نظام أساسي خاص برجال التعليم دون إشراكهم في النقاش ودون إدراج الاحتياجات المرتبطة باحتياجات ذات الطبيعة الاجتماعية والمالية والزيادة في الأجور، وبالتالي هذا تطلب أزيد من 3 أشهر، اضطر معها طبعا الوزير والحكومة إلى الاستجابة تحت الضغط، ولكن هذا كلف طبعا ليس فقط خزينة الدولة ولكن كلف أيضا المخيال الشعبي والاجتماعي، كون 8 ملايين من التلاميذ عاشوا لمدة 3 أشهر في الشارع. هذه كارثة كبرى وسوف نؤدي ثمنها غاليا في المستقبل. بالنسبة لباقي القطاعات أعتقد بأنه السبب الرئيسي هو ضعف الأداء، وضعف الأداء الذي لا يخرج في الواقع عن ضعف الأداء العام لهذه الحكومة، ولكن التدبير الحزبي الداخلي لبعض القطاعات فرض التغيير، خصوصا حينما يقترن يعني وجود الوزير بضعف الأداء. مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال قطاع التضامن والأسرة، يمكن أن أقول بكل يعني موضوعية أن الوزيرة الجديدة هي أولا ابنة القطاع، ثانيا لها مسار سياسي، لها مسار سياسي داخل حزب الاستقلال، ويمكن أن يعتبر هذا التغيير إيجابي بالنسبة لحزب الاستقلال، إدخال امرأة يعني تتمتع بالكفاءة اللازمة وأيضا
يعني هي لها مسار سياسي على عكس الوزيرة السابقة التي لا علاقة لها بحزب الاستقلال وكانت محسوبة على ذلك الحزب. وأنا أتساءل كيف قبل حزب الاستقلال أن يتم إصباغ أو صبغ بعض الشخصيات باسمه دون أن يكون له أي دور. ولذلك الملمح الأساسي وهو أنه يمكن أن أقول بأنه حزب الاستقلال عزز موقعه نسبيا في هذه الحكومة بالمقارنة في هذا التعديل بالمقارنة مع التشكيلة الأصلية. أيضا داخل نفس القطاع أضيف كاتب الدولة عبد الجبار الرجلي وهو أيضا ابن حزب الاستقلال وله مسار سياسي ونضالي، ولكن هم يشتغلون في إطار رؤية يمكن أن أقول رؤية ليبرالية متوحشة يقودها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الذي من خلال هذه التعديل الحكومي وأيضا من خلال التعيينات السابقة التي سبقت التعديل الحكومي التعيينات في بعض المؤسسات العمومية، يمكن أن أقول بأنه المعيار الأساسي في التعيين هو القرب من رئيس الحكومة والاشتغال في دوائره الاقتصادية والمالية، وهذا فيه خطر كبير على مستقبل السياسة في المغرب وعلى مستقبل الحكومة. وكأننا أمام الحاق أو الحاق الحكومة وكأنه يتعامل مع الحكومة كإحدى شركاته الكبرى، واحد نوع من الريسيكلاج أو نوع من تدوير النخب الموجودة داخل القطاع الخاص تنتقل إلى القطاع العام، وهذا أعتقد بأنه سوف يحمل ثقافة الليبرالية المتوحشة في السياسات العمومية، الشيء الذي نعتبره تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي المطلوب وأيضا تهديد للتوازن المطلوب في السياسات العمومية. وقد كشفت هذه الحكومة عن وجهها الليبرالي بالكثير من الاختيارات التي اتخذتها سواء في قطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو في غيره من القطاعات. نعم دكتور عبد العالي حامد الدين، يعني هل التعديل الحكومي كان مفاجئا لك؟ لا، الجميع كان ينتظر التعديل الحكومي، ولكن الجميع أيضا لم يكن ينتظر تغيير كبير. هناك زعما شيء مفاجئ، الذي فاجأني هو هذه الجرأة في اختيار أسماء من القطاع الخاص لا علاقة لها بالقطاع العمومي ولا علاقة لها بالقطاع الذي تشتغل الذي سوف تتحمل مسؤوليته. يعني تأتي بشخص على رأس شركة لصناعة الحلوى والشوكولاتة يوضع على رأس وزارة التربية الوطنية، هذا شيء يثير الاستغراب. تأتي بشخص من عالم الملابس ومن شركة زوجة السيد رئيس الحكومة على رأس قطاع الصحة العمومية الذي له مهمة تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، هذا يثير الاستغراب. فأعتقد بأن هناك جرأة كبيرة لدى رئيس الحكومة في تجاوز كافة يعني الضوابط السياسية المطلوبة في مثل هذه المؤسسات. وطبعا سوف ننتظر الأداء ونراقبه، واعتقد بانه الطبقه السياسيه والبرلماني لا سيما الذين ينتمون الى المعارضه سوف يقومون بمهامهم في التصدي لمجموعه من الاختيارات وكشفها والاستعداد بطبيعه الحال للمحطات الانتخابيه القادمه التي ينبغي ان تكون اكثر نزاهه واكثر شفافيه من اجل يعني انتخاب حكومه تنقذ المغرب من الوضع الذي نحن ذاهبون إليه، هو وضع لا يصر. يعني هذه النزعة الليبرالية المتوحشة التي نحن ماضون إليها سوف تقضي على التوازنات الاجتماعية، ولا سيما الآن مع هذا المستوى العالي من التضخم، المستوى العالي من الاحتكار الاستثمار في قطاعات حساسة مثل المحروقات وغيرها، المستوى العالي من غلاء الأسعار الذي لم يسبق أن عاشه المغاربة في وسائل الاستهلاك الأساسية خاصة الخضار والفواكه وغيرها من المنتوجات. فأعتقد بأنه سوف نكون مطالبين بتغيير أعمق وليس فقط تعديل حكومي بسيط. اسمح لي سيد الكريم أعود للدكتورة نبيلة منيب، عذرا طولنا عليك اليوم دكتورة نبيلة، ولكن سؤالي عن أين دور الأحزاب السياسية مما يجري الآن في المغرب خاصة مع التحديات اللي ذكرتيها حضرتك واللي هي كثيرة، وأيضا نتحدث هنا عن التعديل الحكومي الجديد اللي أتى بأسماء جديدة، هل من مبررات سياسية لاختيار هذه الأسماء الجديدة اللي عددهم 14 وزير؟ أولا سيدتي، لا بد من التذكير بأن مع كل الأسف الأحزاب في بلادنا والتي عددها أظن يفوق 35 حزبا أغلبها غير مستقلة، وهي الأحزاب التي تشجع وهي الأحزاب التي يتم تدمير الأحزاب الأخرى التي تريد الحفاظ على استقلالها
وحريتها في العمل وفي الفعل يتم محاصرتها ويتم تهميشها، وحتى الانتخابات لا تمر بالشكل النزيه الشفاف الذي يلزم. فيعني هناك تحكم في المشهد السياسي. مع كل أسف هناك بعض الأحزاب التي كانت أحزابا مقاومة معارضة هي الأخرى اختارت أن تقترب من النظام وأن تتراجع عن مشروعها التغييري على مستوى يعني المجتمع. ولهذا نحن نقول أن بلادنا اليوم هي بلاد تابعة، الأحزاب أحزاب ضعيفة، الشعب فقد الثقة في أغلبية هذه الأحزاب التي يجب أن تتغير من الداخل. يجب أن تكون هناك ديمقراطية داخلية، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لاحترام الأحزاب المستقلة، وليس فقط يعني الإغداق في الامتيازات على الأحزاب الطيعة التي أصبحت برامجها إن هي وجدت متشابهة وليس لها مشروع تغييري للبلاد، علما بأن المغرب بحاجة إلى العبور للديمقراطية. المغرب بحاجة إلى مشروع لصيانة واحترام حقوق الإنسان الغير قابل للتجزئة. المغرب بحاجة إلى صيانة وحماية الحريات. المغرب بحاجة إلى مشروع تنموي يهم كل الجهات كي نتصالح مع الجهات المهمشة من الوطن. المغرب بحاجة إلى تحقيق عدالة اجتماعية وليس إلى شعار فارغ، شعار الدولة الاجتماعية التي حملته هذه الحكومة والتي هي غير قادرة، لا ليست لها لا الإرادة ولا الإمكانية ولا حتى التطور لتنزيل مشروع يقربنا من العدالة الاجتماعية. إذن هؤلاء الوزراء 14 فهم من المقربون مع كل أسف، وهذا سيزيد في استياء الشعب المغربي وسيزيد في عزوفه عن السياسة، لأن المغاربة واعون وكيفما كان الحال يقولون ربما هذه مناسبة للبدء في التغيير الإيجابي كي نتقرب من بناء الديمقراطية وكي نحد من التخلف وكي نحد من التبعية. ولكن في كل مناسبة يرون بأن هذه الأوليغارشية المتحكمة في السياسة وفي مجال المال والأعمال تحتكر السوق الوطنية وتقوم ثروتها على الريع وعلى الاحتكار، وهي ماضية في تطبيق التوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي توصي بخطبة أهم المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى حتى يصبح المغرب كله مفتوحا ومباحا ومستباحا للمستثمرين الأجانب. ونحن كمغاربة نعيش في هذه أن تتحمل مسؤوليتها. نعم. وهذا زمن المقاومة على كل وجهات، يجب أن ندافع عن وطننا وعن سيادته واستقلال قراره، وأن نعمل كأحزاب على نوع من التشبيك والعمل الميداني إلى جانب كل هذه الفئات الاجتماعية والشعبية المحتجة اليوم التي يجب أن تجد فينا من يساندها، وعلى المثقفين أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم، وعلينا أن لا نستسلم وأن لا نقول هذه حكومة متحكمة وهي محكومة من الخارج، لكن يجب أن ندافع على أن يكون لنا غدا حكومات مستقلة وطنية تدافع على مصلحة البلاد والعباد، وأن تدافع على مشروع التغيير الديمقراطي الشامل في بلادنا وعلى العدالة الاجتماعية وعلى المواطنة الكاملة في وطننا. وهذا ممكن، لا يجب أن نستسلم ولا يجب أن نقول بأن ما يقع اليوم هو حتمي، لا، يجب أن نفضح وأن نندد وأيضا أن نعمل من أجل تقوية الأحزاب الجادة المستقلة وتشكيل جبهة شعبية للنضال التي ربما غدا ستكون قادرة على خلق موازين قوى جديدة، وأن تكون بمثال سلطة مضادة قادرة على فرض الإصلاحات السياسية التي تنتظرها بلادنا، والإصلاحات الضريبية والمالية والحفاظ على عمومية ومجانية وتوحيد التعليم العمومي وتشجيع البحث العلمي والحفاظ على الصحة العمومية والحفاظ على الخدمات العمومية لكي يعيش المغاربة في كرم.
وهذا حلم نتمنى أن يتحقق لجميع شعوب المنطقة. جزيل الشكر لك دكتورة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. أكيد للحديث بقية. أعود للدكتورة عبد العالي حامد الدين سيدي الكريم، يعني رأيك بما تفضلت به الأستاذة نبيلة من حديث عن إصلاحات ضرورية إن كان داخل الأحزاب السياسية أو حتى على صعيد الكثير من المؤسسات إن كانت التعليمية أو ما تتعلق بالفلاحة والزراعة، ويعني تحدثت عن أمور عديدة حقيقة، وتحدثت أيضا عن الأحزاب الطيعة والأحزاب المستقلة، ويعني حديثها مهم للغاية، لكن عندما نترجمه على أرض الواقع هل تعتقد أن الوصول إلى كل هذه الإصلاحات أمر سهل؟ بطبيعة الحال ليس بالأمر السهل. اليوم هناك بالفعل يعني صعوبة في فهم المنطق السائد، لأنه عادة كانت الحكومات تشتغل وتراعي التوازنات المطلوبة داخل الحقل السياسي وداخل الحقل الحزبي، ولا تعطي إشارات بالهيمنة وإشارات باحتكار السلطة واحتكار المواقع. اليوم نلاحظ بأنه المفاصل الأساسية للدولة وليس فقط للحكومة، يعني القطاعات كلها ذات الطابعة الاقتصادية والاجتماعية، سواء المؤسسات العمومية أو القطاعات التابعة للحكومة، كلها الآن يتم التعيين فيها بمنطق حزبي وبمنطق تقريب يعني ليس الكفاءات ولكن الأتباع الذين يدينون بالولاء لرئيس الحكومة. وهذا فيه مخاطر كبيرة، فيه مخاطر كبيرة، لأنه تصبح فقط المصالح الشخصية أقصد هي التي تؤثر السياسة العمومية وليس شيء آخر. نعم. أيضا مخاطر متعلقة بتهميش الأحزاب الحقيقية. بالفعل الأحزاب الأساسية والحقيقية المنبثقة من رحم الشعب تلقت ضربات قوية. حزب العدالة والتنمية تلقى ضربة قوية في سنة 2016، فرغم نجاحه في الانتخابات تم إعفاء رئيسه الذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة، وتم المجيء برئيس حكومة جديد، وفي سنة 2021 نظمت انتخابات يمكن أن أقول بكل بساطة لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للنزاهة والشفافية، ولا يمكن اعتبارها انتخابات حرة ونزيهة، وإنما شابتها الكثير من الخلالات. الآن المعارضة تمثل أقلية في البرلمان، وعادة كانت الحكومات السابقة تشتغل بمنطق الاستماع إلى المعارضة ومحاولة أخذ ما يمكن أخذه من اقتراحاتها. اليوم هناك منطق أغلبي سائد، هناك رئيس الحكومة من الحزب الأول، رئيس البرلمان مجلس النواب من الحزب الأول، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من الحزب الأول، هؤلاء ثلاثتهم كلهم من حزب واحد، فيقومون ب صناعة المشهد داخل حتى البرلمان الذي المفروض أن يقوم بدور. نعم أستاذ الكريم. شكرا جزيلا. أكيد الحديث بقية دكتور عبد العالي حامد الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، كنت معنا من الرباط، ومشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.